وخفضت كوريا الجنوبية توقعات النمو الاقتصادي لعام 2017 اليوم الخميس، وهذا بسبب ضعف الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف اللذين أوقف الانتعاش في البلاد كرابع أكبر اقتصاد في آسيا. قالت الحكومة إن إعادة هيكلة شركات قطاع النقل البحري وبناء السفن في كوريا الجنوبية المضطربة تعيق نمو فرص العمل في العام المقبل. وفي الوقت نفسه كان من المتوقع أن يتباطأ الاستهلاك بسبب زيادة الشكوك داخل وخارج البلاد. وكانت الفضيحة الجارية التي طالت الرئيسة باراك جيون خاي ومقربتها تشوي سون سيل قد شهدت توصية النواب بأغلبية ساحقة بإقالة الرئيس باراك، فالفضيحة والتحقيقات اللاحقة قد هزت ثقة المستهلكين ورجال الأعمال، مع انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ 7 أعوام ونصف العام.